على خطى القرامطة، النظام الإيراني يحاول احتلال قبلة المسلمين. محاولات نظام الملالي في إيران احتلال الحرم المكي قديمة قدم حقد هذا النظام على الإسلام والمسلمين وقبلتهم في مكة المكرمة. فنظام طهران ما فتئ طوال تاريخه الأسود بالتخطيط للنيل من حرمة الحرم والسيطرة عليه عبر التفجيرات والحرق والقتل وترهيب المسلمين وتنظيم المظاهرات الغوغائية. فالتاريخ لا ينسى ما فعله أجداد نظام الملالي في عام 317 من الهجرة، حينما احتل الصفويين القرامطة الحرم المكي وأشرفوا على حج ذلك العام وشنعوا بحرمة المكان والزمان، فقتلوا من الحجاج 30,000 ودفنوا بئر زمزم بالجثث. ولم يكتفوا بذلك، بل انتزعوا الحجر الأسود من الكعبة. وفي عصرنا الحديث عاد أحفاد القرامطة نظام الملالي إلى محاولة تجديد ذات المشاهد إلى الواجهة عبر عدة جرائم نفذوها على مدى العقود الثلاثة الماضية، ولعل أبرزها ما قام به أفراد من حزب الله بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني والحجاج الإيرانيين، وذلك في عام 1407 من الهجرة 1987 من مظاهرات غوغائية بهدف احتلال الحرم المكي وإرهاب المسلمين، حيث رفعوا صور الخميني والسكاكين والحجارة في وجه الحجاج والمواطنين ورجال الأمن، ليذهب ضحيتها أكثر من 402 شخص من مختلف الجنسيات، كما أصيب فيها نحو 650 شخص عدا الخسائر المادية. هذه العملية الفاشلة والتي ندد بها العالم وأثرت على نفوس المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كانت مخططاً لهم بشكل دقيق من قبل النظام الملالي في إيران، وقد تكشفت لاحقاً خطتهم الدنيئة في الاحتلال والتي تمثلت بالتالي: غلق أبواب الحرم ومنافذه على المصلين من الحجاج والمواطنين كخطوة أولى، المنادات بالخميني إماماً مقدساً حسب تعبيرهم على المسلمين، إرغام الحجاج والمصلين على مبايعة رؤوس المؤامرة نيابة عن الخميني، إعلان مدينة قم الإيرانية بلداً مقدساً يحج إليه الجميع بدلاً من مكة المكرمة والمدينة المنورة وسائر المقدسات، قتل إمام الحرم المكي الشريف وأي عناصر تقاوم هذا الإجراء وتحول دون استمرارهم في المؤامرة، حرق أجزاء من الكعبة المشرفة إمعاناً في الإهانة للأمة الإسلامية، وإلحاق الأذى بكرامة المسلمين وصرفهم إلى غير الكعبة المشرفة. فجرائم النظام الإيراني في الحج بغية احتلال الحرم المكي تكررت لسنوات، فقبل عام من هذه الحادثة الشنيعة وتحديداً في حج عام 1406 من الهجرة 1986، تمكن رجال الجمارك في جدة من اكتشاف مواد متفجرة حملت في شنط 110 حاج إيراني بغرض تفجير الكعبة والحرم المكي. وفي عام 1409 من الهجرة 1989 قامت مجموعة أطلقت على نفسها السائرون على خطى الخميني والمتفرعة من حزب الله بتفجير أمام المسجد الحرام، وتوفي شخص وأصيب 16 حاج، وكانت محاولة أخرى فاشلة في احتلال الحرم. فنظام إيران قاد لسنوات عبر أذرعه الإرهابية في المنطقة محاولات عديدة يائسة في احتلال الحرم المكي وقتل المسلمين الآمنين وزعزعة الأمن وتدنيس حرمة الحج، إلا أن الأمن السعودي دائما ما يقف بحزم أمام هذه المحاولات البائسة ويقضي عليها في مهدها.